فيما يتعلق بالنتائج بالمساقات للسلسلة الثانية دورة أغسطس 2018، المساق الأدبي فرنسي، عدد العائدين 13,468، عدد الناجحين 9,004، نسبة النجاح 66.85%. المساق أدبي عربي 1,501 معيد، 1,261 ناجح، نسبة النجاح 84.01%. أدبي ثنائي اللغة، المعيدين 47، الناجحين 33، نسبة النجاح 70.21%. علم رياضيات فرنسي، عدد المعيدين 141، الناجحين 125، نسبة النجاح 88.65%. علم رياضيات عربي، عدد المعيدين 8، الناجحين 8، نسبة النجاح 100%. علم أحياء فرنسي، عدد المعيدين 3,370، الناجحين 2,011، نسبة النجاح 59.67%. علم أحياء عربي، عدد المعيدين 359، الناجحين 319، نسبة النجاح 88.86%. فن صناعي، المعيدين 39، الناجحين 24، نسبة النجاح 61.54%. فنون الإدارة والسكرتارية باللغة الفرنسية، المعيدين 460، الناجحين 287، نسبة النجاح 62.39%. فنون الإدارة والسكرتارية باللغة العربية، المعيدين 14، الناجحين 13، نسبة النجاح 92.86%. فنون المحاسبة باللغة الفرنسية 150 معيد، 108 ناجح، 72% نسبة النجاح. فنون المحاسبة باللغة العربية، المعيدين 6، الناجحين 6، نسبة النجاح 100%. وأخيرا فنون تجارية باللغة الفرنسية، العائدين 27، الناجحين 19، نسبة النجاح 70.37%. وبذلك يكون عدد العائدين 19,590، الناجحين منهم 13,218، نسبة النجاح 67.47%. أما فيما يخص الإحصائيات العامة للشهادة الثانوية سلسلتي يوليو وأغسطس 2018، وبذلك يكون نسبة المسجلين بصورة عامة هذه السنة 79,631، الناجحين منهم 30,762، نسبة النجاح 38.63%. أنتهز هذه الثانية لأهني جميع الناجحين في السلسلة الثانية وأدعو الراسبين إلى مضاعفة جهودهم، مذكرا إياهم بأن القادم سيكون أفضل. واسمحوا لي باعتباري رئيسا للجنة التحكيم أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجنة الامتحانات على اتسامهم بالرصانة والجدية واليقظة أثناء أداء واجبهم.